البحر دابا فهاد الوقيتة هادي مطيح ديال بصح، ولكن واخا هكا كاينة السرعة تقريبا، في السرعة كاينة ما بين 16 و 17، والبحر دابا واصل 0.70. بحال اليوم زوين واخا هكاك، ولكن ماشي هنايا في دار الفلوكة كاينة السرعة شوية كما كتشوفوا. هنايا البلان ديالها فاش كتكون السرعة واخا غير 16 17 في الخرجة، هي فين كاينة العركة فاش تبغي تخرج، الطرافة كيبقاو يضربوك مع الجروفة ديال الصخر، يعني تما إلا ما كنتيش حافظ الأرض غيضربك مع شي صخرة غادي التعذيب ديال الصخر. مشينا للصحراء لهيا، بانت لينا الدعوة ماشي هي هاديك، المهم دابا قلبت هنايا في الساريج، وخا الدعوة أنا في الساريج ماشي هي هاديك، ولكن هاني غادي نطلع. لقينا واحد بوزر ولا لا حافظ البحر، غنتلاحقو دابا. احنا تلاقينا وقعدنا هنايا ماشي مخويين ديال الفارش، لكن شويه ديال الفرش دابا الدراري الصغار يجيبو معاهم الفرش هنايا وكيبقاو يعومو فيه. اش هادشي هذا مشي ندخل مخويين ديال الفارش، كنضرب برجليه شويه هنا كاين واحد السف شويه شويه تيكون قاص في الفويين ديال الفارش. الطرافة كيبقاو غاديين تضربو هنايا، هنايا العومة في المدردب فاش كيكون البحر ضربية فاش كل العومة يا سلام، ولكن دابا لا. يوسف قلب ابو زيرو طلعت لا راه هو وكيصيد ابو زيرو دابا، يصيد شو ما يصيدش بزاف، كاين السرعة يعني صعيب باش يخليك البحر تصيد باش تجمع بوزرة، وصعيب شوية أصلا هنايا ما كاينش شي بوزرة، بوزرة صغيرة بزاف. يعني دابا تخيلوا معايا هادي واخا تبان لكم مقاد هكا، ولكن إلا مشيتي تسلقتيها وحليتيها تلقى بوزرة صغيرة قدام شكون صغيرة. هنا كاين بوزروك مزيان، غير هو خاصك تمشي للفويان، يعني غادي تمشي في الدخله ديال الفويان في الدورة تما تيكون بوزروك، المهم كبير شوية. اللهم الدراري تلاحو معايا دابا، تلاحو شي تلاو، لا تلاحو شي تلاو يحاشكم، لا صاحبي يا سلام، يا سلام، دوزنا معاك عشية، دوزنا معاك، سير 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 سير. بداو كيتشوف شي طرافة شوية قاطحين، لا شوية ماشي ديك قاطحين، شوية قاطحين. هاكا هاكا دابا جاي طريق باهية، تا هو جاي تا هو جاي. ايوا you
كيدخلوا فاش كيدخلوا تما فين كيرجعوا بالكوره. يعني ما حديتيش بيه غادي يرجع حيت واحد الوحده هنا بقاو كيرجعوني مع شاد الكاميرا كنضرب غير بيد وحده برجليه باش كنرجع. ولكن واخا كان واحد الكوره شويه صافا كيرجع ولكن خصك تكون حاضر هنا ديال الصح. ولكن واخا هكاك ما تخافش ضروري ما تخافش. ولكن انا ما تنضربش مع الكوره كنخليه يرجعني. ولكن فكر فين كيدخل طريف تما فين كنبقى نضرب باش كندخل لداخل وما كنخليهش يجرني. جيت لهنايا دابا باش نتشلل حيت اليوم الحقيقة الثلج الماء ما عجبنيش. أول حاجة ما فيه الماء فيه الفرشي. ثاني حاجة واخا هكاك الماء ما صافيش وشوية منفخ ما عجبنيش أنايا. هاد الشي هذا بغيت نعوم في الجاكوزي ولكن بان ليا الماء ديال الجاكوزي بان ليا سخون تا هو وماشي ديال العومان. جيت لهنايا البلاصة هادي شنو البلان ديالها منظر الفلوكة كما غادي تشوفو منظر الفلوكة ما كاين هاد الحفرة هادي كيدخل الماء وكيكون هنايا الماء مازال جديد. هنايا الماء كيدخل يا سلام وبارد في نفس الوقت. او دابا يجي شي طريف غادي يكون يا سلام. المهم هنايا الماء زوين ونقي وبارد. المهم بارد شوف هاكا كا 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 كيدخلوا شي طرفة يا سلام. ومن هنا غير البحر مطيح كنا كان البحر معمر تبقاو تشوفوا شي طرفة راه ما يمكنش. سمع 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 كا 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 دابا جالس في العرش البحري كنت برونزا ضروري. الا جيت للبحر انايا وكاع ما خديتش فيتامين ديال الشمس بحال ما درت والو ضروري خاصني نتبرونزا. كنت غاص وكنت باغي نشد لكم شي لقطات تمنيت في الثلج لتحت ولكن بانت لي الدعوه من الماء خلط ما تيبان والو. فكرت في القاع ديالو والله كيبان واحد شويه ولكن الا ما كانش الماء صافي ديال بصح ما كنتش نشد شي حاجه اللي تكون زوينه اللي تبان فهمتي ناضية كندية ما عندي علاش نغطس.